الغناء بهالفترة هاي تنقول آخر 10 سنين أو 15 سنة صار عنده نقص كتير يعني بالأغاني التراثية أو مثلا تطور الموسيقى فنيا مو تجاريا. نحن عم نخسر كتير بهالموضوع هذا. طبعا أنا كشخص عم أغني يعني تنقول يعني أو أي شخص مثلا عم يبلش يغني من أول وجديد مثلا من جديد عنده عائق المادي. طبعا هو دائما أكبر عائق عند اللي يغني مثلا لأنه عنده موهبة، عنده أشخاص يعطوله لحن، عنده أشخاص مثلا يعطوله كلمات، عنده مشكلة مثلا تسجيل الأغاني بالتوزيع يكلفه كتير مثلا. نحن كهيئة ثقافة خلال السنين الماضية حاولنا نعيد الاهتمام بالثقافة والفن السرياني اللي تراجعت كتير بالسنوات الماضية بسبب هجرة الفنانين والأشخاص اللي كانوا مهتمين بهذا الموضوع. خلال عملنا كهيئة حاولنا فتح مؤسسات لنعيد ونخرج المواهب اللي عندنا تقدر تكمل وتحافظ على الفن السرياني. نحن كهيئة ثقافة عم نهتم بالجانب الفني لكل المكونات المنطقة وقمنا بفتح مؤسسات خاصة لكل المكونات. كمكون سرياني بلشنا خطوة خطوة كون الاهتمام كان ضعيف كتير بالفترة الأخيرة بهذا الجانب، فبلشنا بالتدريب على الفلكلور والعزف والموسيقى وموضوع الغناء عم نحاول نبلش فيه شيء جديد بتسجيل أغاني سريانية عن طريق الأطفال اللي عم يدربوا عنا بالمراكز اللي فتحناها، وفي حال اكتشفنا خامات صوت حلوة عم نحاول نشتغل عليهن ونطور. هشون ازعورو